فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تقول: زرت المدينة النبوية فرأيت امرأة تصلي متجهة إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم تاركة القبلة تقول خلفها، تقول: هل كان من الواجب علي أن أنكر عليها وأن أخبر رجال الأمن، أو ما هو الواجب علي؟ نعم، الواجب أنك نصحتيها وقلت لها هذا ما يجوز، هذه عبادة لغير الله، هذا الشرك، وتبلغين عنها الذين يراقبون المكان هذا، الحراس اللي عند الحجرة، تبلغينهم عنها وعن غيرها، ما يتركون أحد يعمل هذا العمل. نعم.